أن تولد أميراً فليس الأمر مجرد ملعقة من ذهب ووسام فخر ولقب، فكما تتوفر لك مزايا فإنك تواجه معطيات مختلفة عن الآخرين، وواجبات لا تجب على غيرك، ومحظورات ليست محظورة على سواك. بدر الأمير لم يكن يحبذ هذه الحالة الخاصة، وكأنما ظلت تفاعلاتها في حياته تصقل شيئاً ما في داخله، تدفع للتميز بطريقة أخرى، تميز يصنع الإصرار والذي سيظهر في شبابه. الأمير بدر بن عبد المحسن يبوح بكثير من ما لم يبوح به عن حياته، ولكن في الحلقة الثانية، وسيحكي قصة مهنة الشعر.